واو، طبعا يا شباب بعد ما قلنا الكلمه السريه انت شوجري دلوقتي تحولنا لسبايدي. واو 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 على الجمال. طبعا بقى ولا الشرطه تهم ولا حكومه تلم، انتوا عارفين انا مين، ده انا واحد من الخارقين. يا شباب عاملين ايه؟ واهلا وسهلا بيكم معانا النهارده في فيديو جديد وتحدي جديد في لعبه جي تي، والنهارده نجرب نلعب معاكم بشخصيه الحاج زلبطه. طبعا يا شباب قبل ما نبتدي، احنا النهارده في تجربه جديده جدا، هنحاول ان احنا نتحول لشخصيه من شخصيات الابطال الخارقين، وزي ما انتم شايفين القائد او الضابط بتاع القوات الخاصه دوت كان نايم وفجاه حلم ان هو تحول لواحد من شخصيات الابطال الخارقين، يا سبايدي يا كمان هالك. وطبعا يا شباب احنا عايزين نحقق له حلمه بقى، فاحنا سمعنا ان في دكتور هنا في المدينه، ودكتور شاطر جدا ويقدر يحول اي حد لاي شخصيه هو عايزها. فطبعا الضابط دوت قال انا لازم اروح للدكتور واقول له ان هو يحولني لشخصيه من شخصيات الابطال الخارقين. فانا قلت له يا معلم ما تقلقش، انا عارف الدكتور كويس جدا وعارف مكانه، يلا تيجي معايا. وكمان معانا انا، تيجي معايا يا اسطى؟ ماشي. طبعا يا شباب احنا نركب العربيه الدبدوبه الصغنطوط الجامده ديت، وهنروح دلوقتي لمكان الدكتور. جاهز يا زونا؟ افتح السمسم. السمسم الباب مش عايز يفتح ليه؟ طب افتح لي يا سمسم. معلش لا مش يا سمسم، افتح يا سمسم. طب سوري بقى يا شباب احنا شكلنا ايه؟ مش هنعرف نطلع من هنا، فانزل يا عم الظبوطه. تعال تعال، انت عايز تتحول طبعا لسبايدي فلازم تعمل مجهود وتشوف نطتك وقفزتك هتكون حلوه ولا مش حلوه. اقف عند الباب يا اسطى وريد ستوديو جوز جدع يا الظبوطه. يلا يا ظبوطه امشي. اقف ياد، خد ياد، فين الرخص ياد انت وهو؟ ده احنا هنعمل قلبان في المدينه يا جماعه. حلوه العربيه اللي جايه دي يا مازن صح؟ ايه رايك نسرقها؟ اقف يلا. اقف تعالى. انزلي يا اختي انزلي، ماشيه في الشارع كده من غير رخص. تعالى بقى يا جماعه يلا عشان نروح لايه؟ لمكان الدكتور. الدكتور اللي هيحولنا لايه؟ لشخصيه من شخصيات الابطال الخارقين. واو يا شباب على السرعه، عربيه جامده والله. مازن نفسك تتحول لشخصيه ايه؟ فلاش السرعه صح؟ ولا هالك ولا سبايدي؟ حاسب. كنا هنعمل حادثه يا جماعه بس ربنا ستر. اوكي احنا قربنا نوصل بيت الدكتوره اهو. يوكوما كوتي بيا سني تا تا تا. عاش يا اسطى، اعدل بقى اعدل اعدل. بصوا يا جماعه احنا هنسيب العربيه هنا وناخدها ماشي عشان احنا قربنا خلاص. ما تعملش مساكر يا ظبوطه يا ظبوطه. يلا يا اسطى اجري تاتا داتا. السلام عليكم. لو سمحت يا جماعه فين قهوه المصريين اللي هنا؟ حد فيكم يعرف فين قهوه المصريين؟ انتوا ما بتردوش عليا ليه؟ ده انا ظابط وكده، انتوا ما بتخافوش من الشرطه؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ ده انتوا ما فيش اي اهتمام للكلام بتاعي. لا ده انا لازم بقى اديك واحده كده عشان بعد كده لما اكلمك ترد عليا، وانت كمان يالا. انت راجع عشان تضربني؟ انت ما بتعرفش انا مين؟ ده انا القائد مقدم اول الشرنوبي بيه. خد في دماغك. بس 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 خلاص يا شرنوبي، خلاص يا شرنوبي، ده انت ظلبطت صح. خلاص خلاص عملنا اللي علينا، الشرطه جايه. انا خايف ليه؟ انا خايف ليه؟ ده انا ظابط، هو في ظابط بيخاف من الشرطه؟ انتوا عاملين زحمه ليه كده؟ انا انت جوه يالا. ايه ده؟ ده بيجروا ورايا، ده انا صديقكم. اوف كل الشرطه دي جايه عشاني ولا مش عشان انا ولا لا؟ ده شكلهم جايين عشان. تعالوا بقى ده انا هدوخكم ورايا. تعال تعال حد اتنين تلاتة هلا هلا هوبا، واحد اتنين تلاتة هلا هلا هوبا، والشمس الشموسة طلعت للجاموسة قالت عايزة اشرب مية مية مية، والشمس الشموسة والشمس الشموسة. انتوا لسه بتجروا ورايا؟ هتتعبوا والله. احنا عاملين سباق يا جماعة طبعا، وشوف مين فينا هيوصل الأول. أنا بقى عارف أنا هعمل معاكم إيه. ايه ده الناس بتجري وكله بيجري. حرامي امسك حرامي، احنا تبع الشرطه، احنا فضائيين يا مجانين، احنا متسولين يا معفنين. اوه الشبح 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 بوح الشبح بيشبع عليكم بيقول لكم انا جاي انط عندكم. تعالوا بقى شرطه، انا دخلت حديقه الحيوانات. استغفر الله العظيم يا رب من كل ذنب عظيم، استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. يا بت التويه
ها؟ ايه؟ ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ وصل بينا الحل كده؟ استغفر الله العظيم يا رب. خلاص يا اسطى، خلاص امشي 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 امشي. خلاص يا اسطى، خلاص خلاص. يلا يا شرنوبي، امشي يا شرنوبي، يا شرنوبي اطلع السلم. اوه ضربوني 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 يا جماعه، ضربوني يا جماعه. يلا يلا انت، هو يلا من هنا، يلا يلا يلا. انتوا مش عارفين الضابط شرنوبي جاي. طبعا يا جماعه انا عرفت ان النقطه اللي موجوده هنا ديت بيكون الدكتور النوتي بتاعنا بيكون موجود هنا. انا ارن عليه الجرس واخبط عليه. ادكتور ادكتور افتح لي ادكتور. ليه يا دكتور؟ ده انا اتخربقت يا دكتور. بص خربقوني بالرصاص يا دكتور. طب يا دكتور ممكن تقول لي الحاجه السريه تخلينا اتحول لشخص من شخصيات الابطال الخارقين؟ تعرفش؟ طبعا يا شباب هنقول انتش واجري. واو طبعا يا شباب بعد ما قلنا الكلمه السريه انتش واجري، دلوقتي اتحولنا لسبايدي. واو 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 على الجمال. طبعا بقى ولا الشرطه تهم ولا الحكومه تلم، انتوا عارفين انا مين؟ ده انا واحد من الخارقين. ها انتوا عارفين انا مين؟ انا واحد من الخارقين. خلاص استعدت الضابط شرنوبي، خلاص مات الله يرحمه. خد ياه خد ياه، ده انت كمان ياه. اوه ماي جاد، بص يا جماعه الطلقه اللي اتضربت ايه؟ فرتكت الحيطه. اطلع يا سبايدي، انا لغايه دلوقتي مش عايز استخدم معاكم العنف، بتعامل معاكم بالراحه، بس انتوا تستاهلوا ان انا اعمل معاكم. ايه ده؟ ده الولاء قام تاني. يعني انا سبتك وما رضيتش ازعلك. ها خلاص يا سبايدي، هيبعتوا يجيبوا طيارات بقى ومدافع. خلاص يا سبايدي، خلاص خلاص خلاص. ده مات ده؟ انت مت ولا ولا لسه؟ بصوا يا جماعه احنا هنعمل حاجه حلوه بقى. هما جايين، بصوا بصوا جايبين طيارات. ايه ده جايبين طياره؟ يا مراحب يا مراحب، يا هلا يا هلا. بصوا سبايدي بقى لما بيزعل لازم ايه يظبطهم. دي بتاعت احتفالات دي يا سبايدي. ايوه حلوه دي. يلا يا سبايدي قوم، لا حياء في العلم. الشيف انتي واديله. طبعا دي اول طياره، تعال نجرب نضرب الطياره اللي ماشيه فوق دي. حاضر يا حضره الضابط شرنوبي، عايز تفرقع يا شرنوبي؟ طب يلا فرقع الطياره، مفيش طيارات تانية يا شرنوبي. لا الطياره دي بعيده يا شرنوبي. شرنوبي انت يا ولد يا شرنوبي، انت خلصت الطلقات يا شرنوبي. انت الحاج عطيه. ماشي يا حاج عطيه. طبعا يا جماعه احنا مش هننفع نخلص الطلق بتاعنا ايه على النوتات دول. بصوا اديله، وانت خد واحده في دماغك. يلا يلا بالشفا. ده ما وقعش ليه؟ ده لابس لابس حزام ناسف ده ولا ايه؟ اه انت لابس حزام جلد. يلا ها طب تعالى بقى ناخد بقى المسدس ده، اديها رشه جريئه الحلم يبقى حقيقه، واديها رشه جريئه الحلم يبقى حريقه. هعمل لكم حريقه هنا. ايه ده الطياره جت؟ ايه يا طياره؟ تعالى نشوف بس السلابوته دي هتضرب فيها ولا لا. انفجار يا ولاد اللذينة، ده خلصوا. بص رقبتي بقت كلها ايه؟ كلها طلق ودم. الطياره ايه؟ الطياره جت يا جماعه، الطياره جت يا جماعه. اديله بالصفه يا حاجه. طب اضرب دي يلا. اوبس يلا اديها في دماغها. يلا يلا ده بتنزل عساكر، اديها. عاش يا مازن. تعالوا يا جماعه نروح ناخد ايه صوره تذكاريه جنب الطياره. اديله اديله. بصوا يا جماعه انا بخش جوه النار ما بتحرقش، عشان النار ما بتحرقش مؤمن. اطلع يا مؤمن. ياب 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 ياب